أخيراً وبعد طول انتظار البرومو الأول التشويقي لأغنية سعد المجرد الهندية الجديدة قولي متى اللي نزلت دلوقتي حالاً على صفحة الفنان سعد المجرد الرسمية على انستجرام، وشكله كده مش موضوع بسيط خالص، الموضوع كبير جداً جداً. زي ما قال المعلم سعد المجرد هتشوفوا ميني فيلم هندي، وفعلا ده اللي حصل وشفناه في البرومو الاول التشويقي لاغنية قولي متى للفنان سعد المجرد بالتعاون مع المطربة الهندية الشهيرة شيريا غوشال والممثلة الهندية المعروفة جينيفر وينجت، وده اول تعاون هندي مغربي واول اغنية هندية يعملها سعد المجرد، والموضوع كده تحس من الدخلة ان هو فيلم هندي متصور بمزاج ومتكلف جامد فكريا وكمان ماديا عشان يوصل لنا احنا باقصى درجات الجمال اللي معودنا عليها الفنان الغالي سعد المجرد. لفتة ذكية من الفنان سعد المجرد ان هو يعمل اغنية هندية، لان تقريبا اكبر عدد من الناس موجود في الهند عدد سكان يعدي 1 مليار وشوية من الهنود، وفيهم كتير جدا من جمهور سعد المجرد، فكان لازم ان هو يعمل لفتة ذكية ويغني لهم اغنية مغربية هندية، ولازم نحييه على كده، ولازم نشكره ان هو بيشيل اللهجة المغربية وبيشيل اللغة العربية المغربية بيلف بيها في كل بلدان العالم، وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يخلي اللغة المغربية مسيطرة في كل حتة، مش بس في الكلام لا كمان في الاغاني وفي المسلسلات وفي الافلام، وزي ما شفنا كده البرومو الاول لاغنية قولي متى للفنان سعد المجرد والمطربة الهندية شيريا غوشال وبطلة الكليب الهندي المغربي الممثلة جينيفر وينجت. يوم 12 الشهر ده يعني كمان يومين فقط هنشوف الكليب كامل وهينزل رسميا على صفحة الفنان سعد المجرد على اليوتيوب، هنسمع وهنشوف حاجة ابداع وخيال زي ما هو باين من البرومو كده. وبس كده مش هطول عليكم، احب اشوفكم دايما بخير. الف مبروك صدور البرومو الرسمي لاغنية قولي متى للفنان سعد المجرد، اول تجربة هندية مغربية، وان شاء الله تكسر الدنيا وتحقق ملايين المشاهدات وتلف العالم كله. واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير، ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا مصطفى شريف ودي قناة نجم العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.